السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من الامارات دبي، وحياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم عن المنتجات اللي خلصتها مؤخرا. احب بين فترة والثانية اجمع لكم مجموعة منتجات اكون خلصتها واخبركم برايي فيها، سواء ناسبتني او ما ناسبتني، وليش ناسبتني او ليش ما ناسبتني. تعالوا وياي اراويكم هالمنتجات. اول منتج لوشن الجسم هذا من نيفيا، كان واصلني اعتقد في علبة اجلام بوكس بس مو متأكدة، وخلص ورديت اشتريت منه. هذا اللوشن وايد حلو، خفيف، بسرعة يمتص الجلد وما يخلي طبقة دهنية على البشرة، وفي نفس الوقت يرطب عدل. ترطيبه مو بوايد قوي ولا انه خفيف، لا ترطيبه عدل، يعني اذا تدورين شيء لاستخدام يومي هذا حلو، وبعد ريحته ناعمة. بتحصلونه في السوبر ماركت. ثاني منتج عطر جو مالون. بشكل عام تدون احب عطر جو مالون لان اقدر استخدمها عادي على الجلد مباشرة او على الشعر، ما تأذي. وهذا العطر كان نازل ضمن مجموعة الربيع على ما اعتقد، في كانوا ثلاث الوان، انا حبيت اللون الاخضر، ريحته هادية على ريحة زهور، مع ان ريحة هادية بس ثابتة طول الوقت، وكان عايبني. ايلاينر كيكو اللي هو التيمت بن، هالايلاينر اللي هو بالفرشاة، عيبه انه بسرعة نشف، ما مداني استخدمه، يعني سواده حلو شوي، في لمعة خفيفة بس سهل في رسمة الايلاينر، لكن بسرعة خلص. واللي ما كان عيبني بعد وايد فيه اللمعة، اذا انت تحبي الايلاينر اللي فيه لمعة هذا يمكن يعيبك، انا بالنسبة لي ما احب هاللمعة، فمرات كنت اضطر اني احط فوقه اي شادو اسود عشان اطفي شوي من هاي اللمعة، بس كان ثابت حلو. بس ما اعتقد اني برجع اشتري منه لان في انواع ثانية من الايلاينر احسن من هذا من وجهة نظري. هذه المسكرة بوش اب، مسكرة من بورجوا، وايد وايد احبها، يمكن هاي ثالث او رابع علبة اخلصها من هالمسكرة. تطول الرموش، تعطيها كثافة، تفرق الرموش، ويعني من الدراج ستور من بورجوا سعرها ممتاز، موجودة في سنتر بوينت او في صيدليات بوتس. من الاشياء اللي ما استغني عنها منتجات لورا ميرسيه للعناية بالجسم، غير طبعا عن مكياجهم، منتجاتهم العناية بالجسم وايد حلوة، عادة روايحهم حلوة، ثباتهم وايد زين. انا تعيبني نكهة الكرامبولي، هذا بودي سكراب، وايد ناعم على الجلد، بس في نفس الوقت يشيل طبقة الجلد الميت وما يأذي الجلد، خصوصا اذا كان جلدك حساس. هذه لحلوات وريحتهم وايد حلوة. منتجات لورا ميرسي عادة موجودة في دبنهامس في الامارات، ما عندي فكرة وين موجودة في الخليج. ومن المنتجات اللي خلصتها الفترة الاخيرة كونسيلر ريفلون كولر ستاي، جربت هذه الدرجة اللي هي 05 وجربت درجة 03، درجة 03 انسب لي من 05 شوي غامجة، فكنت احيانا اضطر اني اخلطها بدرجة ثانية، من شي ما برجع اشتري هذه الدرجة. بس بشكل عام هذا الكونسيلر وايد زين، ثباته ممتاز، احتاج طبعا بودرة عشان اثبته بس ما يتكسر تحت العين، ويتم ثابت طول اليوم، وفي منه درجات وايدة، اظن 5 أو 6 درجات. موجود في ستاندات ريفلون، للأسف ما شفته في الامارات، عادة اخذه من اوروبا يوم اسافر، او ممكن تطلبونه اونلاين. من المنتجات اللي خلصت هالفترة الأخيرة عطر من لانكوم، شي شكله، هذا العطر ريحته دافية، ثابتة، ما احتاج منه وايد، رش رشتين وخلاص تكفي. كنت مغطنة اني اجربه وصراحة عيبني، وافكر اني ارجع اشتري منه بس اخلص شوي من المجموعة اللي عندي. اكسبرس دراينج اويل من سيفورا، ميزة هذا الزيت انك تحطينه على النيل بولش ويخليه ينشف اسرع بلا ما ترين فترة، وفي نفس الوقت يرطب الجلد اللي حوالين الظفر. اظن هذه ثاني علبة اخلصها منه، من اكتشفته خلاص قمت ما احط نيل بولش الا وياه، يعني لازم احطه فوق النيل بولش، يعني يختصر لي الوقت وفي نفس الوقت يرطب.
من سوب ان جلوري بادي باتر. بشكل عام حلوة زبدات الجسم من سوب ان جلوري لانها ترطب عدل وفي نفس الوقت روايحهم وايد حلوة وثابتة. سوب ان جلوري عادة اخذها من محلات بوتس، بتحصلون في انواع وايدة، انا احب اللي تكون في معصار شي اسهل من عن اللي تكون في علبة. ومن الاشياء اللي احبها ماسك تعطير الشعر من ماركة جي سي، هاي ماركة كويتية وموجودة في الخليج. عندهم طبعا منتجات العناية بالشعر ومنتجات العناية بالجسم، بس ماسكات تعطير الشعر عندهم ما استغني عنها. ليش؟ تخلي ريحة الشعر وايد حلوة عقب الشعر عقب الشاور، وفي نفس الوقت ترطب الشعر. يعني تستخدمينه مثل اي ماسك عادي، تخلينه على الشعر عقب ما تغسلينه بالشامبو مدة 10 دقائق وبعدين تغسلينه، ينعم الشعر وايد ويرطبه وفي نفس الوقت يخلي ريحته حلوة. واخر شيء مسكرة من تارت، كنت طالبتنا اظن من عند واحدة من تاجات الانستغرام، بس هذه المسكرة ابدا ما حبيتها، ما اعرف ليش الفورميلا مالها تخلي كانت رموشي تتكتل ويا بعض ما تفرقهم، وبعد لاحظت مع الوقت تتكسر تحت وتخلي علامات ما عيبتني، حتى ما خلصتها يعني استخدمتها يمكن 4 أو 5 مرات وما عيبتني، فخلص حطيتها مع المنتجات اللي المفروض اني خلصتها. وهذه كانت يا حلوات المنتجات اللي خلصتها الفترة الأخيرة ورايي فيها. أتمنى تكونون استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون اللايك والكومنت. إذا عندكم تعليق أو أي استفسار اكتبوا لي إياه تحت، وفي نفس الوقت السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.